السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. اليوم غادي تشوفوا معايا جميع الحلويات اللي حضرتها للعيد، وفي آخر الفيديو غادي تشوفوا طريقة تحضير مقروض المقلي. وجميع هذه الحلويات راني نشرتهم في القناة الثانية الخاصة بالحلويات، غادي نوضع لكم الروابط نتاعهم تحت هذا الفيديو. اول كاطو حضرته هو كاطو بنيون بشكل راقي، يعني استعملت قوالب نتاع السيليكون. كنت نحضره من قبل على شكل كرات، يعني هذاك الحشو نكوره على شكل كرات من بعد نوضعه في الشوكولا نتاع الطل، لكن هذه المره استعملت هذه القوالب تاع السيليكون. وضعت الشوكولا بعد وضعتها في المجمد باش تتماسك، بعد وضعت الكراميل، من بعد الحشو، بعد غطيت الحشو بالشوكولا ووضعت هذا ايضا القالب في الكونجيلاتور باش من بعد القطع يتنزعوا لكم بسرعه. التفاصيل نتاع هذه الحلوه راها موجوده في القناه التانيه الخاصه بالحلويات. تقدروا ايضا تشكلوا شكل كرات، يعني تزيدوا شويه العسل للحشو حتى يتماسك شويه، من تشكلوا كرات توضعوهم في الشوكولا والتزيين من الفوق اختياري توضعوا مكسرات. وهنايا كما لاحظتوا اللي وضعته في السيليكون بعد ما جمد في الكونجيلاتور غادي تنزعوه بسهوله، لانه لو كان يكون جامد غادي يصعب عليكم باش تنزعوه. ومن الفوق تقدروا تزينوه اما بنوازات، انا وضعت قطعه تاع نوازات، ولا الشوكولا تاع الطلي بيضاء، ولا كلاصاج ابيض باش هكا اللون نتاعه يكون شباب والتزيين يبقى اختياري. والكاطو الثاني اللي عملته هو تشراك العريان، هذه الوصفه هي المعتمده عندي، يجي هش كثيرا وبنين. وعاودت الوصفه في القناه الثانيه باش يكون هناك تصوير جيد وايضا الشرح يكون مليح. كما لاحظتوا ايضا العجينه هنايا تقصوها الى مثلثات، القاعدة تاع المثلث 10 سنتيمتر والارتفاع 15 سنتيمتر، يعني إذا كان عندكم القالب المثلث واجد تقدروا مباشرة تشكلوا العجينة، توضعوا الحشو وتشكلوه بهذه الطريقة. وحضرت أيضا أربع حلويات مع بعض، مثل تشارك مسكر، العرايش، المخبز، وأيضا مقرود اللوز، لأنه تشارك المسكر والعرايش عندهم نفس العجينة ونفس الحشو، ومقرود اللوز والمخبز عندهم أيضا نفس العجينه، لكن الكلاصاج كما لاحظتوا مقرود اللوز وتشارك مسكر عندهم نفس الكلاصاج، والعرايش ومخبز عندهم نفس الكلاصاج، لذلك حضرتهم في نفس اليوم. كما هنايا مقرود اللوز مع المخبز عندهم نفس العجينه، نصفها شكلتها مقرود اللوز والنصف الاخر شكلته مخبز. وبالنسبه للكلاصاج غادي تشوفوا كلاصاج في هذا الفيديو يجي يدوب في الفم، وايضا في نصف ساعه ينشف لكم. وهنايا التشكيل نتاع تشارك المسكر، يعني نفس العجينه ونفس الحشو شكل زوج حلويات، تشارك المسكر والعرايش. كما راكم تلاحظوا راني نشكل فيه العرايش، هذه العجينه تساعفكم بزاف وما تتقلش، لان المكونات اللي استعملتهم هما اللي خلوها هكا قطريه. هنايا بعد ما شكلتهم خليتهم يرتاحوا، بعد طيبناهم. التفاصيل ايضا في الفيديو في القناه الثانيه. كما غادي تشوفوا هنايا مقرود اللوز يجي طري وايضا معلك ومعسل مليح من الداخل كما راكم تلاحظوا في الصوره. بالنسبه للتشارك المسكر يجي صلب من البرة، لكن هو يذوب في الفم والحشو يبقى طري كما راكم تلاحظوا ايضا في الصوره. بالنسبه للكلاصاج هذا هو اللي استعملته، الكلاصاج المعتمد عندي، يجي في المذاق يدوب مثل لا مورينغ، وايضا من توضعوا فيه الحلويات ينشفوا بسرعه، يعني في 30 دقيقه كان عندي هذه الحلويات كانوا ناشفين. هنا ايضا العرايش شوفوا الحشو كيفاش يجي طري. نفس الشيء بالنسبه للمخبز، يجي معلك ومعسل مليح من الداخل كما غادي تلاحظوا في الصوره. وحضرت ايضا لي ماكارون بالشوكولا، هذه الوصفه هي المعتمده عندي، نحضرها بالمورينغ الايطاليه. التفاصيل تاع هذه الوصفه راها في القناه الثانيه، وغادي نوضع لكم الرابط نتاعها تحت هذا الفيديو. هنا بعد ما حضرت العجينه غادي نحتاجوا هاد لي طابي، وهاد لي طابي ضروريين باش يكون عندكم شكل متحوف، لكن تقدروا تشكلوهم في الورقه الطهي، بصح لازم تكونوا محترفين باش تشكلوا القطع متقايصه. هنايا شوفوا الكمية اللي تحصلت عليها فقط ب 150 غرام نتاع اللوز مطحون رقيق بعد ما طابوا، والمدة الطهي قصيرة فقط 12 دقيقة ولا 13 دقيقة يكونوا طايبين. نخلوهم حتى يبردوا مليح، نوجدوا لاكاناج ونعمروهم بلاكاناج ونغلقوهم. ودائما لي ماكارون باش يجوا بنان كيما تاع المحلات ما لازمش الاستهلاك نتاعهم مباشرة، لازم يقعدوا في علبة محكمة وتوضعوهم في المبرد حتى الغدوة باش تستهلكوهم. هذا هو الشكل النهائي نتاعهم كيما راكم تلاحظوا. وحضرت ايضا هذه المجموعه تاع الحلويات،
من بينهم هذا الكاطو غوز دو سابل حضرته ببقايا نتاع العجينه تاع البقلاوه. يعني من حضرت البقلاوه بقات لي العجينه وبدات لها شويه ما زهر، عجنتها مليح وخليتها ارتاحت، ومن بعد حضرت بها هذا الكاطو هنايا قبل الطهي، وحضرت ايضا بها الديريات، وتقدروا ايضا تحضروا بها لي كورني ورزمه العروسه وايضا اشكال اخرى نتاع حلويات. هنايا البقلاوه بعد ما خليتها ارتاحت لازم تنشف مليح باش تطيبوها، لانها لو كان ما تنشفش غادي تكون طريه ومن بعد كي طيبوها تتقلص وبعد الشكل نتاعها ما يجيش شباب. ونفس الشيء بالنسبه للتزيريات، تخلوهم ايضا ينشفوا حتى تشوفوها نشفوا مليح باش تطيبوهم باش يحافظوا على الشكل نتاعهم. وبعد ما تطيبوهم لازم هذه الحلوى تكون ساخنه والعسل يكون بارد، يعني كما لاحظتوا الحلويات المعسله حضرتها في نفس اليوم. نفس الشيء بالنسبه للكاطو غوز دو ساب، لازم العجينه تكون صلبه يعني تنشف باش تطيبوها باش يحافظ على الشكل نتاعه. وفي نفس اليوم ايضا حضرت هذوك لي كاريو شوكولا، يعني مربعات تاع صابلي بالشوكولا، من بعد وضعتهم في الكلاصاج كما غادي تشوفوا في الصوره، ومن بعد في الجانب غادي توضع لهم شويه نتاع مكسرات تكون مطحونه. هنايا الحلويات راهم طابوا، عسلتهم ووضعتهم في لي كيسات، هنا باقيين وضع لهم فقط شويه نتاع لوز مطحون في الحافه. وهنايا البقلاوه كما لاحظتوا ما عسلتهاش بزاف هذه المره. وهنايا لي غوز دو ساب تقدروا توضعوا لهم من الفوق شويه نتاع لوز مطحون ولا البغيون اليمونتير. وهنايا كما لاحظتوا هادو المربعات وضعت لهم شويه لوز في الحافه، وغادي نخلوهم حتى ينشفوا مليح. وكما راكم تلاحظوا استعملت شوكولا بنيه وشوكولا سوداء، والبقلاوه نفس الشيء تخلوها ترتاح واحد 12 ساعه حتى تمتص مليح هذاك العسل، ومن بعد تقطعوها. والان سنمر الى تحضير المقروط. هذا الخليط حضرته ليله من قبل، هنا في الاناء راني واضعه كيلو نتاع السميد متوسط الخاص بالمقروض، اضفت له 200 غرام تاع الزبده تكون دايبه قليلا مع 50 غرام نتاع السمن، تقدروا توضعوا 250 غرام زبده لوحدها ولا المارغرين، اضفت له ايضا قرصان تاع ملح، سكر فانيلا ملعقه صغيره ولا تنين على حسب الذوق، تقدروا ما تضيفولهاش، انا نحب سكر فانيلا في الحلويات. من بعد خلطتهم جيدا وغطيته هكا خليته حتى الغدوة، يعني اليوم غادي نبدا في عملية التشكيل. هنا غادي نفتحو عليه ونعاود نزيد الخلطة شوية، لأنه في بعض الأحيان الزبدة تكون كاع من تحت تهود، بعد هاد الجهة الفوقانية ما تكونش ميدمة بزاف والتحتانية تكون ميدمة. هنايا غادي نخلطو مليح هكا، ومن بعد غادي نزيد له شوية فارينة، الفارينة تلعب الدور نتاع لاكول، هي اللي غادي تلصق الحبيبات، ومين تقلوه ما غاديش يتفتت لكم. غادي نضيفو تلت كوب نتاع فارينة أو دقيق أبيض ونخلطو، من بعد غادي نجمعوه بالمزهر، وغادي نقسمه على تنين باش نجمع. هنا غادي نحضرو الحشو، استعملت 3 كيلات نتاع اللوز محمص ومطحون خاشن، هذا الكيلات توزن نصف كوب مع نصف كيلة نتاع سكر، غادي نخلطوهم وغادي نطحنوهم في الطاحونة اللي تطحن القهوة، يعني نطحنوهم شوية رقيق. هنا بعد ما طحنا المزيج تاع اللوز والسكر غادي نضيفو له نصف ملعقه صغيره نتاع قرفه، تقدروا تزيدوا على حسب الذوق. غادي نضيفو الفارينه بالتقريب 2 ملاعق كبار، الفارينه هي اللي غادي تخلي اللوز ما يتخرج لكمش من القطع من تقلوه. غادي هنايا نخلطو شويه، من بعد غادي نضيفو المزهر نجمعو الحشو، نضيف المزهر مش مع الحشو، والحشو لازم يتشكل بسهوله حلبوش، ما لازمش يكون يابس وما لازمش ايضا يكون طري بزاف. هنا شوفوا القوام نتاعها يجي طري، غادي الان نوضع يديا في شويه زيت، من بعد الحشو نحولوه الى سيجار ونخلوه على جهه. وكما لاحظتوا دائما انايا اللوز نطحنه به بالقشره نتاعها، خصوصا في الحلويات اللي عندها نفس اللون نتاع اللوز كيكون منزوع القشره. لو كان توضعوا اللوز منزوع القشره غادي من بعد ما يبانش مع العجينه، غادي تبان عجينه واحده، لكن كي توضعوه هكا به بالقشره نتاعها غادي من بعد يبان لكم في وسط القطع. سنحتاج الى الماء وغادي نزيدوا له شويه ماء زهر باش نعطروه، وهذا الماء اللي غادي نجمعوا به العجينه نتاعنا. الحشو اللي شكلناه نخلوه على جهه، ماذا بكم غطوه باش ما ينشف لكمش. هنا ناخذ كميه نتاع عجينه بالتقريب هكاك ربع نتاع الكميه، غادي نضيفوا لها المزيج تاع الماء والماء زهر ونجمعوا، نشوفوها طريه نحبسوا. بعد غادي نوضعوا الخليط فوق طاوله العمل وغادي نعدلوه مليح، وهنا ما لازمش تعجنوا العجينه، فقط غادي تجمعوها وغادي تشكلوا حربوش مليح كما راكم تلاحظوا، وتوضعوه في الوسط الحشو
والحشو لا شفتوه يكون سميك ولا غلي تقدروا ترقوه، لان الحشو في المقلو تاع المقله ما لازمش يكون بزاف، لو كان تكثروا غادي كي تقروا لهذوك الحبات غادي الحشو ينتفخ ومن بعد الحبات يتشقوا لكم في المساحه العلويه، يعني ما لازمش تكثروا. نتاع الكوشه تقدروا تكثروا لكن في تاع المقله ما تكثروش بزاف. من بعد هنايا الحشو غادي نغلقوا عليه بهذه الطريقه، وغادي تعادلوا مليح هذاك الحربوش، ومادا بكم وضعوه هنايا بلاستيك باش تعادلوه جيدا وما يغبنكمش. من بعد هنايا غادي نستعمل هذا الاطار الخاص بالمقرود الكلاسيكي، كاين انواع اخرى واشكال اخرى، انا هذا هو الشكل الكلاسيكي المحبب عندي. بعد نوضعوه في الفرينه باش ما يلصق لكمش العجينه فيه، وتضغطوا المره الاولى بعدها تعاودوا تزيدوا المره الثانيه باش الشكل نتاع هذاك القالب يظهر في العجينه، ومن بعد تقطعوا العجينه الزائده كما راكم تلاحظوا. من بعد تعادلوا القطع، يعني هذه الطريقه شفتوها معايا مسبقا في الفيديو الاول نتاع المقرود المقله. ومن بعد هنايا القطع غادي تعادلوهم من بعد تقطعوه، ولا تقطعوهم اولا بعد تعادلوهم، هنايا يعني نقطع فيهم من بعد غادي نعدلهم في الحافه، اما بهذه الطريقه الكلاسيكيه ولا بواسطه كوبات تضغطوا عليهم مليح كيما هكا باش هذيك العجينه كاع تتلم لكم مليح، وتوضعوهم في سنيوه وتخلوهم حتى ينشفوا مليح باش عاد تقلوهم، يعني ما نقلوهمش في نفس اليوم. وهاد المقادير اللي شفتوهم يعني كيلو تاع سميد تحصل على اكثر من 35 قطعه. من بعد ما شكلتهم وكملت غادي نخليهم ينشفوا، من بعد كيشوفوا في المساحه العلويه نشفوا نعاود نقلبهم كيما هكا على الجهه هذه ثاني باش ينشفوا ثاني من الاسفل. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.